من العراق إلى شرق سوريا تلاحق ضربات الميليشيات الإيرانية القوات الأمريكية أينما حلت، وتستهدف قاداتها داخل الأراضي العراقية حتى الحدود السورية حيث مكان وجودها. عمليات انتقامية، ويتم العمل على توسيع نطاقها ضد القوات الأمريكية في سوريا، ذاك ما كشفته وكالات عالمية عن فصائل عراقية تابعة للنظام الإيراني وتأتمر منه، إذ تقول المصادر إن رئيس الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني حسين طائب هو من اجتمع بقادة الفصائل المسلحة في العاصمة العراقية بغداد وطلب منهم فعل ذلك، وإن طائب لم يقم سوى بنقل رسالة من المرشد الأعلى علي خامنئي مؤكدا أن تلك الفصائل ستواصل الضغط على القوات الأمريكية حتى ترحل عن المنطقة. هذه الرسالة تأتي في ظل استمرار الاستهدافات المتبادلة بين الميليشيات الإيرانية والقوات الأمريكية بعد أن كانت محصورة حول المنطقة الخضراء في بغداد حيث السفارة الأمريكية. ناشطون من شرق سوريا أفادوا أن الجيش الأمريكي كان يقوم بعمليات تدريب على إخلاء النقاط المحيطة بحقل العمر النفطي في ريف دير الزور لتتعرض قاعدتهم للاستهداف. تطورات سبقها نقل فصائل إيرانية كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر من أماكن تخزينها في منطقة المزارع بأطراف الميادين شرق سوريا إلى منازل ضمن أحياء سكنية، فضلا عن استخدام المدنيين هناك دروعا بشرية من قبل الميليشيات، ومن ثم عمليات الاستيلاء على منازل الأهالي وتحويلها إلى ثكنات عسكرية أو حوزات شيعية لنشر الطائفية وإضعاف المنطقة. مراقبون يرون أن الصراع بين الميليشيات والأمريكيين لن يصل إلى حد الصدام المباشر، إنما هي رسائل وورقة ضغط يستخدمها كل طرف ضد الآخر في مفاوضات الملف النووي المقامة في فيينا قبل استئناف الجولة 7 والأخيرة من تلك المفاوضات التي يحيط بها الفشل من كل حدب وصوب، لتبقى الأيام القادمة كفيلة بإظهار ما خفي في دهاليز السياسة وأروقة الدبلوماسية.